السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف دراسة للشمس في برنامج الـ IIS. دلوقتي المبنى شايفينه من فوق من بلان، ممكن أقول له طب أنا عايز أشوفه من الجنب بالشكل دوت أهوت، ودي مظلة للشمس تقدر تيجي هنا وتخفيها وتظهرها. طيب هقول له فعل لي الكورس بتاع الشمس أهوت، تمام. طبعا تقدر تتحكم فيه بالشكل دوت، الأشهر والأيام تحس تتحكم في الشكل بتاعه والتايم بتاعك قد ايه. هتيجي هنا وتقول له طب انا عايز اظهر الخطوط دي ايضا، طب انا عايز اظهر، عايز اكبر الارك سايز او اصغره، طب حجم الشمس ازوده او اصغره. طيب عايز ابدأ الحركة، اهو افعل الظل الاول وابدأ الحركة بتاعتي بالشكل دوت. طيب هو هنا بيدس على مستوى ايه؟ بيدس على مستوى الديلايت هاور، على مستوى يوم. طيب انا ممكن اوقفها واقول له لا، طب ادرسها على الدايز، على الايام. طيب وقفها واقول له انا عايز ايام السنة، فطبعا بتختلف وبياخد بقى الاشهر كلها. خلي بالك بتحرك في الاشهر وتحرك في الدايز، انما لما كنا جايين هنا وبقول له تايم كان بيتحرك في التايم بس، في الساعات ما بيتحركش، في الايام ما بيتحركش، في الشهور.